ويكيليكس ملأ الدنيا وشغل الناس طبعا بالإذن من المتنبي، ولكن ما هي مصادر معلوماته وما أهدافها ولماذا هذه الانتقائية بما أسميت بالفضائح؟ مئات الآلاف من الوثائق والمستندات والمكالمات الهاتفية المسجلة أصبحت الآن بمتناول أي شخص يسعى إلى معرفة أسرار السياسة والأسرار العسكرية. وإذا أصبحت وثائق ويكيليكس للكثير من الناس عنواناً لكشف معلومات مخفية، هناك الكثير من الناس أيضاً يضعون مصداقيتها على المحك، وعلى رأس هؤلاء صحفيون، كتاب، باحثون، أكاديميون وناشطون في حقوق الإنسان. فحتى اليوم، حتى هذه الساعة، لا أحد يعلم بعد طبيعة المصادر والمراجع الحقيقية التي اعتمدت عليها ويكيليكس لاستقاء المعلومات وتحويلها إلى انتقادات لاذعة. وغالباً ما رأى المتابعون لسيرها ومسارها أنها تفبرك الهجومات والانتقادات القاسية لأسباب شخصية ولأسباب سياسية، وعلى رأسها النميمة، الغضب، الاستياء، الحسد، الضغينة، والسبب الأهم ربما التسابق والتنافس والشهرة. أعزائي، موقع ويكيليكس بدأ يظهر على شبكة الإنترنت منذ عام 2006، وكان وقتها يعمل تحت مسمى منظمة سانشاين الصحفية أو سانشاين بريس. هذه المنظمة زعمت وقتها أن لديها أكثر من 1.2 مليون وثيقة سرية عن قضايا دولية. صاحب هذا الموقع جوليان بول أسانج، وهو طبعا مواطن أسترالي يعمل كمحرر وناشر وناشط اجتماعي وسياسي. أسانج طبعا أصبح مشهورا منذ عام 2010 حين نشر مجموعة كبيرة من التسريبات أو ليكس لسيدة تدعى تشيلسي إليزابيث مانينغ، وهي أي تشيلسي ناشطة أمريكية وجندية سابقة في الجيش الأمريكي، وقد سجنت من عام 2010 ولغاية 2017 لأنها سربت لموقع ويكيليكس حوالي 750 ألف مستند عسكري ودبلوماسي أمريكي. تصوروا، أسانج سرب أيضا لقطات من غارات جوية أمريكية على بغداد وبرقيات دبلوماسية أمريكية ومعلومات عن السجلات العسكرية الأمريكية خلال حربي أفغانستان والعراق. وهنا كانت البداية الحقيقية لشهرة أسانج وويكيليكس. لكن هذه القضية جلبت له الشهرة طبعا، ولكن اللعنة مع هذه الشهرة. ففي عام 2019 اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أسانج بالتآمر مع تشيلسي مانينغ للوصول طبعا إلى معلومات سرية في حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بنتاغون. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي سنة 2010 نشر موقع ويكيليكس مقطع فيديو مصور من مروحية أمريكية عسكرية يطلق منها الرصاص الذي يقتل المدنيين في بغداد في العراق. كما سربت ويكيليكس وثائق سرية أمريكية فيها معلومات عن مقتل حوالي 66 ألف مدني أثناء حرب العراق طبعا عام 2003. هناك أيضا معلومات صادمة سربتها ويكيليكس عن مروحية عسكرية أمريكية، فقد أتاحت للسامع أن يسمع بين الرسائل اللاسلكية شخصا يقول اجعلهم في مرمى النيران، ثم أطلقت المروحية النيران على عدد من الأشخاص طبعا كانوا في الشارع. أيضا سربت ويكيليكس أنه عندما وصلت طبعا شاحنة لإجلاء المصابين والجرحى والقتلى بعد إطلاق النار، أطلقت المروحية النيران على الشاحنة فقتل نمير نور الدين مصور وكالة أنباء رويترز ومساعده سعيد شماغ. كما كشفت تسريبات ويكيليكس طبعا معلومات عن تعذيب سجناء. أعزائي، الإكوادور
منحت جنسيتها في بداية عام 2018 إلى جوليان أسانج الذي كان قد لجأ إلى سفارتها في لندن قبل أكثر من 5 سنوات. وفي 11 أبريل 2019 اعتقلت الشرطة البريطانية أسانج داخل السفارة الإكوادورية. وأفاد سكوتلاند يارد وهو طبعا المقر العام للشرطة في لندن، أفاد أنه تم القبض على أسانج استنادا إلى مذكرة اعتقال قضائية لأنه لم يلبي طلب المحكمة بالحضور للتحقيق معه. جوليان أسانج سجن في سجن HM بلمارش لأكثر من 5 سنوات، وبعد طبعا صفقة مع وزارة العدل الأمريكية اعترف أسانج بذنبه، ما أتاح له طبعا فرصة لتجنب السجن في أمريكا، وطبعا سمح له بالعودة إلى أستراليا رجلا حرا طليقا. في المحصلة رغم كل الضوضاء التي أثارها ويكيليكس، مختصون وخبراء في الإعلام والإنترنت يؤكدون أن وراء ويكيليكس طبعا أجندة سياسية تجبرها على تحوير مضمون الوثائق السرية والتلاعب بعدد منها. وإذا نشرت ويكيليكس تسريبات عدة تخص الحروب الأمريكية في العراق وفي أفغانستان، فقد فشلت في مقاربة مواضيع أخرى لأنها اعتمدت على حسابات مجهولة الهوية على شبكات التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا. والمشكلة التي يواجهها المتابعون غالبا مع ويكيليكس حسب المتابعين لمصادرها وانتقائيتها هي التلاعب بالحقائق واصطناع حقائق جديدة غير مثبتة، حقائق تهدف إلى زرع الشك والريبة في نفوس الناس، وذلك ضمن إطار أجندة سياسية تحددها أطراف مجهولة. في الخاتمة، قضية جوليان أسانج وموقع ويكيليكس لا يزالان حتى اليوم يثيران الكثير من الجدل والتساؤلات والريبة في الصحافة والإعلام والمنابر الدولية. وهناك أيضا جدل كبير وشكوك حول طبيعة علاقة أسانج بدول أخرى ومصالحه معها مثل الصين مثلا وروسيا الاتحادية، ذلك أنه سرب فضائح كبيرة عن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يلف لفها دون سواها من المحور المقابل. تصبحون على حرية من أنا الشعب ومن شاشة المشهد.